هذه هي المواد. مواد كيميائية ضمنها حتى يحطون شكا وكل المواد المتفجرة هنا. المواد الأولية اللي استخدموها لصناعة المخلوفات. المرحلة الثانية تصنيع الأنابيب اللي يعبون بها المواد المتفجرة. الصواريخ. صواريخ من الصار. هاي المرحلة الثانية عندهم بالتصنيع. هاي ورشة أخرى وهاي ورشة. هاي المحلات كلها. كل الورش تابعة للمصنع الرئيسي اللي هو بالكنيسة. يعني تزود المصنع الرئيسي بالكنيسة بالمواد الأولية.